مفاجآت كثيرة حملها الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين، أبرزها الكتب المتحفظ عليها من طرف إدارة الصالون التي وضعت نفسها في منصب الوصي على القارئ الجزائري. المزيد مع طارق مغنم. الكثير من المفاجآت حملها الصالون الدولي للكتاب في طبعته العشرين على غرار العناوين المتحفظ عليها، مما طرح عديد علامات الاستفهام عن مضمونها، إلا أن مسؤولي دور النشر يطرحون تساؤلا مفاده: لماذا لا نتيح الفرصة للقارئ في أن يتحفظ على مثل هكذا عناوين؟ كل رأي لا يوافقك إذا كنت ستتعامل معي بطريقة غير إيجابية فهو رأي مسموم، وكل رأي لا يوافقني إذا كنت سأتعامل معك بنفي الرأي الآخر هو رأي مسموم. ما هو المسموم وما هو الغير مسموم؟ المسموم أن لا أترك بيني وبينك مجالا طبيعيا للحوار. المسموم أن أرفضك دون أن أسمعك. أنا أراها وأنهم يريدون أن يبقوا وصايتهم على الشعب الجزائري وعلى القارئ الجزائري وعلى المثقف الجزائري. تبقى الحرية الفكرية والأدبية حبيسة رغبات من لا يمت للأدب بصلة فيمنع على حسب هواه، والقارئ الجزائري يناشد صناع المنع الفكري في الجزائر بفسح المجال له في الاختيار. وكذلك المبالغة في التحفظ، قد نحرم القارئ من الاطلاع على ما يوجد في هذه الكتب، يعني فيه جزء من كبح حرية القارئ في اختيار المواضيع التي يعني يريد البحث عنها. الحرية الفكرية والأدبية أساس الإنتاج الثقافي في أي بلد، والقارئ لا يمكن كبح رغباته الأدبية، فجميل أن تحمل رفوف المكتبات بين طياتها أفكارا مختلفة وبناءة.